بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد آخر فكرة ونشاط في المفهوم الثاني بالوحدة الأولى، اسمه وظائف علم البيئة. آخر دروس المفهوم الثاني، آخر دروس المفهوم الثاني، وظائف علم البيئة. تعالوا في البداية نتعرف على دكتورة ذات اسم معروف، اسمها الدكتورة بيكي براك. اسمها الدكتورة بيكي براك، ودراستها متخصصة في نباتات. جميل جميل. الدكتورة بيكي براك قامت بدراسة مجموعة واسعة وكبيرة من النباتات المختلفة. طب انت لما تسمع جملة عالما، لما تسمع كلمة في المعمل او المختبر ولابس المعطف الابيض البلطو الابيض، ولكن الدكتورة بيكي براك كل ابحاثها في البراري والمزارع والمنشآت في البراري. الدكتورة بيكي براك منذ الصغر محبة جدا لعالم النبات والحيوان، ولما وصلت سن المراهقة عرفت حقيقة علمية جميلة جدا، وعرفت إن في علم حقيقي لدراسة الحيوانات والنباتات. علشان كده اتجهت لدراسة علم البيئة، واللي اتعلمت منه الإصلاح البيئي. والإصلاح البيئي ده مفهوم في سنة خمسة وله تعريف. طب ايه تعريف الإصلاح البيئي؟ الإصلاح البيئي معناه يا ولاد إعادة بناء النباتات الطبيعية المتضررة. يبقى أي نبات طبيعي من خلق ربنا سبحانه وتعالى حصل له ضرر ما، كون إن أنت تعالج هذا الضرر وتحاول توفيه، يبقى ده اسمه الإصلاح البيئي. انتشار البذور مش جديد علينا، خدناه قبل كده، هو انتقال البذور من مكان إلى مكان آخر. ولو تتذكر قلنا إن البذور ممكن تكون لزجة، وقلنا إن البذور ممكن تكون جافة وخفيفة، وقلنا إن النباتات بصفة عامة محتاجة طرق معينة ليتم نقل البذور من مكان إلى مكان آخر. البذور اللزجة اللي بتلتصق بجسم الحيوان زي الحشرات دون أن يشعر بها الجسم، يبقى من لزوجتها تلتصق بجسم الحيوان دون أن يشعر بها، وصعب جدا عليك إن أنت تعرف مكان سقوطها، هي وقعت فين ونزلت فين، صعب التنبؤ بالمعلومة دي. ده بالنسبة للبذور اللزجة. أما البذور الجافة الخفيفة، ودي اللي كانت بتنتشر بفعل إمتى؟ عند اكتمال نموها. يبقى أول ما النبات يكتمل نموه ينتج بذور جافة خفيفة. البذور دي يا شطار بتطير لمسافات طويلة، ولما بتستقر ما شاء الله بتنمو وتزدهر وتكون نباتات جديدة. طب يا ترى اللي يحب منكم يطلع عالم من علماء البيئة، يا ترى علم البيئة له أهمية وظائف؟ طبعا. أول وظيفة إنه بيساعد بعض الوقت في إن إحنا نقضيه في إن إحنا نتأمل في خلق المولى عز وجل، التأمل في العالم الطبيعي والاهتمام بالطبيعة. يبقى أول ميزة ووظيفة من مميزات وصفات علم البيئة إن أنت تقدر تقضي بعض الوقت في التأمل في خلق الله والعالم الطبيعي والاهتمام بالطبيعة. دي النقطة الأولى. طب النقطة الثانية إن ممكن تدفعك إن أنت تشارك في أعمال تحافظ بها على الإصلاح البيئي في بيئتك، وبالتالي يبقى أنت كده ساعدت في رعاية النباتات والحيوانات. يبقى الحفاظ على الإصلاح البيئي من أجل رعاية النبات والحيوان. الميزة التحق بمجال العمل وإن أنت تعمل في علوم البيئة في وقت لاحق لما تكبر بإذن الله. دول ثلاث وظائف من وظائف علم البيئة. وبدأ يبقى خلص درسنا الصغير آخر دروس وأفكار المفهوم الثاني في الوحدة الأولى. يا رب الحلقة تكون سهلة وبسيطة ومفهومة يا أولاد.